ايضا من مما اوصي به اخواني الرجوع الى العلماء. الرجوع الى العلماء عند الاختلاف امر مهم، لان العلماء هم ورثة الانبياء، هم الذين يبينون لكم الحق من الباطل، وهم الذين يفصلون لكم الامور، وهم الذين ينيرون لكم الطريق. وبدون الرجوع الى العلماء تتخبطون مع اقوال المتردية والنطيحة، وتتخبطون مع عقولكم التي قد تقودكم الى غير خير والى غير صراط مستقيم. فكثير من الشباب حينما يحكمون عقولهم ويحكمون آراءهم يأتون بمسالك ردية وبأمور تجعلهم يزدادون في الاختلافات وعدم الاجتماع. فإن وبه تعلمون أن الرجوع للعلماء سبب للاجتماع وسبب لجمع الكلمة وسبب لنبذ الفرقة بين الشباب. أيضا مما أوصي به إخواننا الرجوع للعلماء كما سبق، ولكن أقول الرجوع للعلماء السلفيين المعروفين من أمثال الشيخ ربيع المدخلي، وأمثال الشيخ عبيد الجابري، وأمثال الشيخ صالح السحيمي، وأمثال الشيخ محمد بن هادي المدخلي، والشيخ عبد المحسن العباد، وغيرهم من العلماء السلفيين كالشيخ عبد الله البخاري، والشيخ وصي الله عباس، والشيخ محمد بازمول، وغيرهم كالشيخ زيد المدخلي، وغيرهم من العلماء السلفيين. هم معروفون وبارزون في كل أرض وفي كل مكان بحمد الله عز وجل، وهذه نعمة ومنا من الله عز وجل أن نكون في عصر فيه العلماء متوافرون، وأن نكون في عصر فيه علماء سنة متمسكون بها حريصون عليها. فلا نفرط في هذه النعمة ونتخذ رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم فيضلون ويضلون.